السلام عليكم متابعي قناة أحداث وحقائق. في كل عام يتم تحقيق العديد من الأرقام القياسية، والتي بعضها يكون خطيرا وغير قابل للعرض أو يخالف القواعد المتبعة في سجل جينيس الأرقام القياسية العالمية. في هذا التقرير سنقدم لكم 10 أرقام قياسية تم منعها بشكل كامل، ابقوا معنا. الحرمان من النوم. ادعى المصور تايرول شلايدز الذي يبلغ من العمر 28 عاما أنه لم ينم لمدة 40 ليلة على التوالي، أي 968 ساعة متصلة بدون شرب أي منبهات، ولكنه كان يقوم بالقفز في حوض استحمام مليء بالماء المثلج حتى لا يسقط في النوم. وخلال هذه المحاولة عانى تايلور من الحمى والصداع وفقد الإحساس بقدميه، وقد رفضت موسوعة جينيس تسجيل هذا النوع من الأرقام بحجة أنه من الصعب إثبات هذا التحدي، بالإضافة إلى أنه خطير جدا وهم لا يرغبون في الترويج له. في عام 2012 كان الساحر جانكا باسنياكي من سريلانكا، والذي كان يبلغ من العمر حينها 24 عاما، يرغب في تحقيق رقم قياسي لأطول مدة لشخص يدفن حيا، وكان العديد من الأشخاص قد حاولوا تحقيق هذا الأمر من قبل، إلا أنها غالبا ما كانت خدعة أو كان هناك مخرج خلفي للهرب أو بحوزتهم أنبوب للتنفس. لكن جانكا لم يكن يعرف هذا الأمر حينما طلب من أصدقائه دفنه في حفرة بعمق 3 أمتار وبدون أي احتياطات أمان. وعند محاولة إخراجه بعدها بحوالي 7 ساعات وجدوا أنه لا يتنفس، وهرعوا به إلى المستشفى، وتم إعلان وفاته بعد 10 ساعات بسبب الاختناق. لذلك قررت جينيس منع هذه الأرقام وعدم الاعتراف بها. تناول الطعام حتى الغثيان. الأرقام القياسية المتعلقة بتحديات الطعام شائعة جدا في موسوعة جينيس، وهناك أرقام قياسية تم تحقيقها لتناول كميات من الأطعمة في وقت أقل من دقيقة واحدة، مثل استخدام عصي الأكل لتناول أكثر من 20 حبة من الحلوى في أقل من 60 ثانية. وهذا النوع من التحديات لتناول كميات من الطعام في وقت محدد مسموح به. أما التحديات التي تشمل تناول كميات غير محدودة من الطعام فقد تم منعها في 90s لمنع الناس من المبالغة في التهام الطعام، ما قد يسبب العديد من الأمراض أو الوفاة في بعض الأحيان. تعذيب أو قتل الحيوان. كانت النسخ الأولى من موسوعة جينيس للأرقام القياسية تحتوي على عدد من الأرقام التي تخص بعض رياضات الحيوانات الغريبة، مثل أسرع قتال في مصارعة الإبل، والتي كانت رياضة شائعة في تركيا لأكثر من 2000 عام، حيث كانت تشمل 2 من الإبل يجبران على القتال حتى يخاف أحدهم ويجري بعيدا، وهو ما اعتبر من الرياضات الوحشية. وأيضا كان هناك أرقام متعلقة برياضة صيد الثعالب، وتم تسجيل أرقام مثل أكبر ثعلب تم اصطياده والذي وصل وزنه إلى 10 كيلوغرامات، حيث تم تحقيق هذا الرقم في إنجلترا عام 1936. أما الآن فقد تم منع الأرقام القياسية التي تشمل على أي نوع من أنواع إيذاء الحيوان، وقد لاقى هذا الأمر ترحيبا كبيرا من الكثيرين. استخدام جفون العين لرفع الأثقال أو جر العربات. يملك الصيني لي دوان قوة خارقة غير اعتيادية، فهو يستطيع سحب السيارات التي تزن 3500 كيلوغرام عدة أمتار باستخدام الحبال التي تم ربطها بجفونه، إلا أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية رفضت تسجيل أي رقم قياسي لهوايته الغريبة، حيث أوضحت أن هذا الأمر في غاية الخطورة، ولكن هذا القرار لم يثني لو عن حلمه في تحقيق رقم قياسي، فهو حاليا يقوم بالتدرب على رفع الدلاء المملوءة بالماء باستخدام حواجبه، أو الوقوف على النصل الحاد وهو حافي القدمين، وإيقاف المروحة الكهربائية بلسانه.
إلا أن موسوعة جينيس لم تعلق بعد على قبول أو رفض مثل هذه الأرقام،